بغينا نهني اللاعبين على كيفاش نهاو المباراة. البداية ديال المباراة كانت مؤسفة لأن تكلمنا جوج ديال الأخطاء، كان الفريق حسن أكادير جوج ديال الهدايا سجلوا منهم هدف. نظن بأن توقف التباري لمدة طويلة أثر على اللاعبين، ثاني ما شناش إيقاع من بعد ما قمنا بتغييرات كنا أفضل، ثم جاونا فرص مجموعة ديال الكرات ما بغاتش تدخل، تصدمت بالعارضة ثم سجلنا، كان ممكن نرجعوا في المباراة. ما استغليناش الفرص اللي جاونا. تنهني فريق حسنة أكادير على الفوز ديالو، ونتمنى إن شاء الله أننا نسترجعوا الإيقاع ديالنا في المباراة المقبلة ونعاودوا نرجعوا في الترتيب. التباري فهو تنقصنا، تكلمنا أخطاء هي اللي غيرت مجرى المباراة. تنظن بأن فريق حسنة أكادير ما شكل حتى شي خطورة علينا في مجمل المباراة، من فرص حقيقية مبنية أخطاء ارتكبناها، جوج ديال الأهداف من قلب الدفاع، ورغم أن هذا الشيء اشتغلنا عليه وشفناه واشتغلنا عليه في المباراة السابقة، وتبقى ارتكبنا ثلاثة ديال الأخطاء، يعني المباراة ديال الكأس تلقينا هدف، واليوم تلقينا جوج ديال الأهداف، كان ممكن تلقاو هدف آخر لولا التصدي ديال الحارس في الأول. تنظن بأن التبرير ديال الأخطاء ما يجي إلا من قلة التركيز، قلة التركيز شنو الأسباب ديالها. بالنسبة لي أول مباراة نخوضو في رمضان في هذا الجو هذا مورا الفطور، ثم أن فقدنا التركيز ربما مع اللاعبين ما كانوش منتظرين أن فريق حسنية أكادير غيكون بهذا المستوى. ثم حنا تكلمنا في هذا الأسبوع على أن المشكل الوحيد اللي ممكن يوقع لنا في المباراة هو مشكل ديال التركيز، مش باش أننا نتقدمو في الترتيب نكونو في مراكز أفضل، ثم أننا يكون عندنا تصور مستقبلي للفريق مستقبلا، بالتالي تنتعاملوا مع التركيبه البشريه اللي كاينه. افتقدنا في هذه المباراه لاعب مهم ومؤثر اللي هو باش، وبالتالي ولو عندنا خصائص في بعض المراكز اضطرينا اننا نلعبوا بعض اللاعبين، ولكن هذا ما تبررش الاخطاء، لان الاخطاء فهي جزء من اخطاء فرديه، اخطاء ديال التركيز، وبالتالي تنتحملوا المسؤوليه ديالها ونحاولوا نعالجوها في مباريات مقبله ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.